السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم درس اسمه حياة الكتلة في النظام المعوي. كلمة كتلة معناها ايه؟ كتلة معناها ثقل، أو احنا في اللهجة بتاعتنا بنقول عليها الوزن. نقول وزن الدهن، وزن السكر اللي تيجي الدكان، لكن هي الحقيقة اسمها الكتلة. الكتلة معناها الثقل، تمام؟ بنستعمل حاجة اسمها الميزان بنضرب كفتين عشان تعرف الثقل. زي ما شايف بحط شيء هنا وتعرف وزنه او كتلته قديش، تمام؟ وبعض الاحيان بنستخدم موازين حديثه كثيره في هذا الموضوع. طيب اهي وحدات الكتله، يعني نقيس الكتله بايه؟ ممكن نقول الجرام، ممكن نقول الكيلو جرام، ده اللي مقرر علينا. في وحدات اخرى اكبر بس مش علينا في المنهج، زي الطن وزي الملي جرام، شيء صغير جدا الملي جرام. فاللي معانا في المنهج اللي هو الجرام واختصاره جيم ميم، يعني لما تشوف جيم ميم اختصار لكلمه جرام. والوحده الاكبر اللي هي الكيلو جرام واختصارها كاف جيم ميم، وما تقراهاش كاف جيم ميم، لا تقراها كيلو جرام، خلاص؟ طيب الكيلو جرام قد ايه والجرام قد ايه؟ يعني لو شفنا المشبك بتاع الاوراق يمثل جرام واحد، مشبك الاوراق اللي هو زي اللي موصوف بالشكل ده يمثل جرام واحد. كتله مشبك الورق عباره عن واحد جرام. كذلك الكيلو جرام زي ست حبات تفاح تقريبا، ست حبات تفاح تقريبا عباره عن كيلو جرام واحد، طبعا متوسط الحجم. لازم نعرف معلومه ان الكيلو جرام الواحد عباره عن 1000 جرام، تخيل الكيلو جرام هو 1000 جرام، الجرام طبعا ده وحده صغيره بنقيس بها الاشياء الصغيره. طيب عندنا في الاسئله بتيجي ازاي؟ الاسئله معظمها تقدير، يعني لو شفنا تاكد اللي هي صفحه 97. السؤال بيقول لي اختر التقدير الانسب لكتله كل مما ياتي، يعني عايز اشوف ايش المناسب. حبه الفراوله هي 25 جرام ولا 25 كيلو جرام؟ اكيد بلا نقاش وبلا تفكير هي 25 جرام. واحد يقول لي طب ليه يا استاذ؟ عشان احنا قلنا الكيلو جرام الواحد مش 25 كيلو جرام، هو خمس حبات تفاح. يعني مستحيل هتبقى ايه؟ مستحيل هتبقى 25 كيلو جرام، اكيد هي 25 جرام. طيب كتلة الدب القطبي، الدب القطبي 450 جرام يعني نصف كيلو او اقل من نصف كيلو، مستحيل. لذلك كتلة الدب القطبي هي ايه؟ تقديرها عباره عن 450 كيلو جرام، 450 كيلو جرام. طيب خلينا نشوف رقم ثلاثة. بيقول لي هل يرفع احمد 25 جرام في اثناء تدريباته الرياضية أم 25 كيلو جرام؟ فسر الإجابة. طيب وش بقول 25 جرام؟ يعني زي حبة الفراولة كده. هل أحمد هو بيتدرب ويرفع حديد أو بيرفع أثقال؟ هل هيشيل 25 جرام؟ أكيد لا، أكيد هيشيل 25 كيلو جرام، يبقى الجواب المفروض 25 كيلو جرام. ليه؟ إيه التفسير بتاع الإجابة؟ قلنا لأن ال 25 جرام تمثل حبة فراولة واحدة، يعني شيء خفيف جدا لا يستخدم في التدريبات الرياضية، لا يستخدم في التدريبات الرياضية، تمام؟ طيب السؤال الرابع بيقول لي تحدث، يعني كلام مش لازم أكتب شيء. بيقول لي كيف تحسب كتلة الجسم بالجرام؟ إذا علمت كتلته بكيلو جرام. لو فكرنا احنا اتفقنا وقلنا من شوية إن الكيلو جرام الواحد، الواحد كيلو جرام يساوي 1000 جرام. فمن الاخر اذا حبيت احسب بالجرام اضرب في 1000 خلاص. يعني مثلا لو جاي لي 5 كيلو جرام، 5 كيلو جرام هتبقى كام بالجرام؟ هتبقى 5000 جرام، هتبقى 5000 جرام. طيب الدرس بتاعنا بسيط جدا، اتفقنا انه عباره عن وحدات الكتله، وحدات الكتله شيئين، الكيلو جرام واختصارها كان جيم ميم، والجرام واختصارها جيم ميم. الجرام عباره عن المشبك بتاع الاوراق الصغير جدا، أو نقول حبة رز، حبة أرز مثلا، تمام؟ طيب الكيلو جرام عبارة عن 1000 جرام، الكيلو جرام عبارة عن 1000 جرام، طيب الكيلو جرام الواحد عبارة عن إيه؟ أنت هتلاقي ممكن كيلو سكر مكتوب عليه 1 كيلو جرام، هتلاقي 1 كيلو أرز مكتوب عليه 1 كيلو جرام، هتلاقي أشياء كثيرة تمثل الكيلو جرام، أو ممكن نقول 6 حبات فقط. طيب هو ده درس اليوم، الواجب بتاعنا صفحة 98 من 5 إلى 10. نتمنى لكم التوفيق جميعا، السلام عليكم.